بينو. نشرت هذه القصة متسلسلة بإحدى المجلات بين عامي 1975 و1977، وفازت في عام 1977 بجائزة كودناشا للمانجا لفئة أفضل مانجا شوجو، وتحولت في وقت لاحق إلى مسلسل إنمي تلفزيوني من 42 حلقة. تجري أحداث هذا العمل الناجح في السنة السابعة من عهد الإمبراطور تايشو الذي حكم في عام 1912 إلى عام 1926. في عام 1916 تبدأ بينو الفتاة ابنة 17 ربيعا رحلة تخرج فيها عن تقاليد تلك الفترة، سواء من ناحية في الوجدانية أو الإنجازات الشخصية. تدرس بينو الكندو، وغالبا ما ترتدي ألبسة أجنبية بدل من زي الكيمونو التقليدي، ولا تبالي بأعمال التدبير المنزلي كما هو الحال بمادة الأدب، كما ترفض فكرة الزواج المدبر وتؤمن بحق المرأة في الوظيفة والزواج عن حب. أفضل أصدقاء بينو هما تاماكي الجميلة والأكثر أنوثة من بينو بكثير، ولكنها مهتمة بنفس القدر في مجال حقوق المرأة، ومارو هو شاب يلعب أدوار النسائية في مسرح كابوكي. في يوم ما بدأت بينو سلسلة لقاءات محرجة مع ليفتانت وسيم بالجيش يوجين. شهد يوجين اصطدام بينو بشجرة وسقوطها عند ركوبها الدراجة، فصفعته بينو لضحكه عليها، ولاحقا أنقذ يوجين بينو عند وقوعها من شجرة أثناء لعبها بالطائرة الورقية. التقت بينو يوجين مرة أخرى عند وصولها إلى المنزل في ذلك اليوم، فهاجمته على الفور بعصا كندو، وتلقت صدمة عندما أخبرها والدها بأنها ستكون زوجة يوجين. ويرجع ذلك إلى اتفاق أبرم بين آل هاناموورا وآل عائلة يوجين قبل أن تولد بينو. تاريخ عرض المسلسل في 3 يونيو عام 1978 في اليابان، وتدور الأحداث في عام 1920 حول حياة الفتاة المراهقة بينو، والتي تجد نفسها مجبرة على الزواج من الجندي الوسيم شينوبو، وذلك وفقا لعادات وتقاليد قريتهما القديمة، وتحدث بينهما العديد من المغامرات المشوقة والمضحكة. طاقم العمل بالنسخة العربية: الفنانة المدبلجة أمل المصري، والفنان عمر الشماعة، والفنان خالد السيد، والفنان عمار شلق، والفنان فاتن خليفة، والفنان عايد أبو ناظر. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.